هو عالم زمانه، أمير الأتقياء. أمه كانت خوارزمية وطلب العلم وهو عنده حوالي 20 سنة، وكان رجلا صالحا جامعا للعلم، جمع الحديث والفقه والعربية وأيام الناس اللي هي أيام التاريخ، والشجاعة والسخاء والتجارة والمحبة عند الناس، وأدب التعليم. كان يحيى بن آدم بيقول: كنت إذا طلبت دقيق المسائل فلم أجد في كتب ابن المبارك أيست، يعني لو في مسألة في الفقه مش موجودة في كتب عبد الله بن المبارك يبقى مش هيلاقيها عند حد تاني. طبعا كل ده ما حصلش من فراغ. عبد الله بن المبارك كان بيعشق طلب العلم، لدرجة انه لما عرف ان في حد من العلماء عنده احاديث مش موجودة الا عند العالم ده وهو ما يعرفش عنها حاجة، بدأ يدور عليه وراح له لحد بلده. لما وصل بلده عرف ان العالم ده مسجون لسبب او لاخر، فتحايل لحد ما دخل السجن لمدة شهر عشان يقعد مع العالم وياخد منه الأحاديث، وكان مجملها 40 حديث.